مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوق تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة سأد البيضاء. كنتم تكونوا بخير وعلى خير، واكيد مع الويكاند البحر ديال النحلة كيكون ديما عامر، فاحنا كنقول لكم الاجواء من هنا كنشوفوا الاجواء كي دايره، خصوصا وتزامنا مع فصل الصيف وتزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة. مرحبا، كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، يعني كنحاولوا نقلوا لكم الاجواء ديال البحر في هذا الاثناء، وكيف ما قلت عامر بزاف. كيف ما قلت تزامنا مع فصل الصيف والويكند، فالبحر عامر بزاف والناس كتبحر. مازال مواصلين معكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من بحر ديال النحلة بعين سبع. كنحاولوا نقلوا لكم الأجواء هنايا تزامن مع فصل الصيف، وكذلك بالويكاند الناس ما شاء الله جاية كتبحر، كتستغل الفرصة ديال الصيف ترتاح من ستريس ديال الخدمة، من ستريس ديال بزاف ديال الحوايج. فكيف ما كتشوفوا البحر عامر بزاف. كتسولني اش من بحر هذا، هذا شاطئ النحلة. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، وصلنا الى نهاية هذا البث المباشر اللي كان مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شاطئ النحلة. وكيف ما قلت كنقول لكم هنا الاجواء كيف دايرة بهذا البحر هذا، خصوصا ان الناس كتبحر تزامنا مع فصل الصيف وتزامنا مع الويكاند. وصلنا الى نهاية هذا البث المباشر، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.